نهني الفريق ديال راسينغ البيضاوي على الفوز ديالو بالدوري التيفي اللي كيلعب هذه الدوره 34 هذه السنه، وكانت فرصه ايضا للنادي المدير الوجديه انه باش انه يجري مباريات مع في هذا الدوري، وكانت امام الطاقم التقني على راس سي جعواني انه يشوف المؤهلات والانتدابات اللي دارتها المدير الوجديه ويوقف على كل كبيره وصغيره، وانه يصحح الاخطاء وكذلك يشوف الخصائص اللي خاصو في النادي. وهذه كانت لا فرصه ديال النادي المدير الوجديه ولا الطاقم التقني انه باش يصحح الامور قبل البدايه ديال الموسم الرياضي المقبل ان شاء الله، اللي تجمعنا اول مقابله الجمعه المقبله ان شاء الله ضد الفريق الجيش الملكي، ومره اخرى هنيئا للفريق راسينغ البيضاوي على هذا الفوز بالدوري التيفي. بالنسبة للدوري يعني الدوري بصراحة تقام في أجواء جيدة ورائعة، كان خاص على الجمهور وتنعرفوا نظر الطاقة الاستيعابية ديال السونتر ديال مدينة لمدينة السعيدية، ما استطاعش العديد من الجمهور باش يمكن يحضروا لهذا الدوري، ولكن في حد ذاته كان إيجابي لأن شفنا شاركوا أربعة فرق اللي تستعدوا الدوري، شفنا بركان هي بطل الكونفدرالية الإفريقية، شفنا الوداد رغم جات بالفريق الثاني ولكن هذا ما تمنعش يعني باش لاعبين في قيمه فريق في قيمه الوداد اي لاعب انضم للوداد راه يعني من اللاعبين الاساسيين. شفنا فريق المولودية الوجديه اللي لعب بالفرقه ديالو الكامله، شفنا الفريق ديالنا اللي تغير هذه السنه تقريبا واحد 90% او 99%، اعتمدنا على لاعبين من الهوات، اعتمدنا على لاعبين من ابناء المدرسه اللي التلاج ديالهم باقي صغير، من خلال الاستعداد اللي كنا درنا في مدينه الدار البيضاء زدنا هاد الطروامات اللي عطاونا واحد الثقه، شفنا حتى الاداء ديال اللاعبين كما يعني ما كانش واحد الفرق كبير ما بين الفرق ديال اللاعبين ديال الفرق ديال القسم الوطني الاول او الفريق ديالنا. الحمد لله ربحنا عناصر، اهم حاجه هي شدينا واحد الايقاع واحد الريتم، بالدليل الطروامات يعني ما خسرنا حتى ما استطعنا نسجلوا خمسه اهداف واستقبلنا ثلاث اهداف، يعني هنا تيبان لك بان فريق يعني احسن هجوم ديال الدوره كان هو فريق ديال الراك، يعني هنا تيبان لك بان تلعبوا بطريقه هجوميه، وتنتمنى بحال الدوريات نكثروهم في البطوله الوطنيه باش يمكننا نحسنوا النيفو، يعني يكون هذا خير استعدادات لبدايه الموسم. احنا كنشكروا الناس المنظمين ديال الدوري التيفي على لان جا في واحد الوقت مناسب، رغم ان صعيب انك في بدايه الاستعدادات تلعب ثلاث مباريات في ظهرنا تقريبا واحد خمس ايام ولا ست ايام، ولكن الحمد لله ان ما كانتش عندنا اصابات، هذا هو الاهم في هادشي كامل. الحمد لله ان لعبنا مباريات شبه رسميه مع فروق في المستوى كفريق الوداد البيضاوي نهضة بركان راسينغ البيضاوي، كنحيي اللاعبين على الجهد اللي قاموا به، لان ماشي من السهل انك بعد اسبوعين ديال التدريب تلعب ثلاث مباريات في اسبوع واحد. احنا الهدف ديالنا ماشي هو دوري انتيفي، بالعكس دوري انتيفي شفنا فيه غير فين وصلنا خصوصا في اللياقه البدنيه ديال اللاعبين. الحمد لله نقول لك بان مستعدين واحد 75 80% حاليا، جبنا لاعبين اللي عززنا بهم صفوف الفريق كما كيعرف الجميع، ففريق مولي توجده تقريبا واحد 75% ديال اللاعبين غادروا الفريق الموسم الماضي، هاد الان حنا كنقلبوا على تطور بناء فريق المستقبل ان شاء الله. المباراه الاولى كانت في المستوى، المباراه الثانيه كانت في المستوى، المباراه التاليه الثالثه انا ما يمكنليش نحاسب لاعبين على مباراه حبيه، بالعكس نبغي مباراه حبيه ما نكونش فيها في المستوى على اساس انني باش نصلح الاخطاء اللي كانت، ولكن بقينا واحد خمس ايام ولا ست ايام على انطلاق مباراه البطوله، ونتمنى ان شاء الله اللاعبين اللي جاوا هذا يكونوا متكاملين في الطوب ديال اللياقه البدنيه ديالهم، وان شاء الله لازم الجمهور يصبر شيئا ما على فريق مولي توجده، لان حنا في طور بناء فريق المستقبل، والهدف الاول والاخير ديالنا هو اننا ننشطوا ونحافظوا على المكانه ديالنا، ولما لا اذا كانت استمراريه تكون استمراريه المستقبل ان شاء الله للعب على المراكز المتقدمه ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.